موجز الاقتصاد، أهلا بكم. أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن على الحكومة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية في تخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي. وقالت اللجنة إن الحكومة رفعت سعر صرف الدولار بذريعة وجود عجز كبير في الموازنة في وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعاً عن السعر المحدد في الموازنة، وهو ما يوجب على الحكومة إعادة النظر بسعر صرف الدولار. سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة انخفاضاً لليوم الثالث توالياً بنسبة بلغت 31% لتصل إلى 32 مليون دولار، وذهبت المشتريات البالغة وأكثر من 32 مليون دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث قامت 6 مصارف بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي. قالت وكالة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الانتمائي إن ميزانية كردستان العراق من الملفات المعقدة التي تعرقل إقرار الموازنة العراقية وتنذر بخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، وبيّنت أن التوتر الذي يتجدد سنوياً بين بغداد وأربيل سببه الدستور الذي يتعامل مع الموازنة على أنها حصص وغنائم، مضيفة أن بغداد لم تتلقى أي كميات من النفط المستخرج في كردستان العراق، فيما لا تزال المحادثات مستمرة بين بغداد وأربيل على أمل التوصل إلى اتفاق ثنائي يخدم مصلحة البلاد. أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن قلة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية أدت إلى تراكم 6000 مشروع متعثر من دون تنفيذ منذ عام 2008. وقال محمد صالح إن تغطية العجز ينصرف عادة على الموازنتين التشغيلية والاستثمارية دون تمييز، ولكن بالغالب يغطي عجز تمويل المشاريع الاستثمارية التي هي أكثر المتغيرات الإنفاقية في الموازنة العامة عرضة للتأجيل بسبب نقص التمويل أو عدم القدرة على استكمال تمويل العجز. أعلن الجهاز المركزي التابع لوزارة التخطيط أن إنتاج التمور في العراق للعام 2020 بلغت 735 ألف طن، وأضاف أن إنتاج التمور ارتفع بنسبة 15% عن إنتاج العام الماضي والذي قدر ب 639 ألف طن، وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع بسبب الإهمال الحكومي والحروب التي فتكت بملايين الأشجار. وصلت الليرة السورية مسلسل خسائرها غير المسبوق لتهبط 200 ليرة خلال يوم واحد، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أسواق دمشق اليوم 4600 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما سجلت مدينة القامشلي 4680. وأشار خبراء صيرفة أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الدولار الواحد يتجه ليتجاوز قيمته 5000 ليرة سورية خلال الشهر الجاري بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد. ارتفعت أسعار النفط مع تعزيز الأمال في تعافي نشاط المصافي الأمريكية ببيانات الصناعة التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أكثر من 64 دولاراً للبرميل بعد صعودها بنسبة 28 سنتاً في التعاملات المبكرة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 68 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت في البداية بنسبة 23 سنتاً. ختام الموجز، السلام عليكم.